اذا هي هذا راح اعمل له سيف. اوكي هاي الكونفيجريشن هون. طبعا هو لسه سبيد الانبوت سكويرل كيج وروتر للفريم ريفرنس روتر. هاي هيك المحرك جاهز عندي، فحولته الان هذا الى 4 كيلو وات 6 بول بير فيز ماشين، وهو دايركت اون لاين. ما عملناش لسه شيء، مش حاطين احنا درايف او شيء، فاحنا فعليا كانه اللي بنعمله ات تايم زيرو بمسك السويتش وبسكره دايركت اون لاين بنسميه هذا. دايركت اون لاين طبعا له مساوئ اللي راح يقوم بسرعه، بس احنا كبدايه هلا بدنا خطوه خطوه حتى نوصل للسيستم النهائي. ركبنا الان جير بوكس حتى نعمل ماتشنج للسبيد والتورك، والا بدون الجير بوكس ما كنت بقدر المحرك الصغير هذا ارفع اللودز الكبيره من هون، وكان راح تحاول السرعه تكون عاليه جدا منه. دكتور ليش احنا حاطين فيدباك؟ حاطين فيدباك لانه احنا عمالنا نقول شوف شوف فكره الفيدباك ايش يعني. انا بدي اعمل ريزولفينج للسيستم. هلا لاحظ المحرك واللود مش مركبين على نفس الشافت. ما هل بصير الشافت يمشي على سرعه والمحرك يمشي على سرعه؟ فانا اللي عمالي بعمله عمالي بقول ايش ما كانت السرعه اللي بيمشي عليها الميكانيكال شافت لازم ارجعها واعرفها لانه المحرك بده يمشي عليها. طبعا معي الاخذ بعين الاعتبار انه في جير بوكس بيني. ففي عندي هون انا جير بوكس ما بين اثنين. هي شافت وهي شافت وهذا سميناه لو سبيد شافت وهذا سميناه هاي سبيد شافت. هلا لازم انت ترجع هاي السرعه لانه المحرك بقول لك انا بعطيك تورك. بس حتى اعطيك تورك لازم اعرف اي سرعه. اي سرعه انا ماشي عليها. مين اللي حدد له السرعه؟ احنا اعطيناه السرعه. احنا قلنا له هي السرعه اللي ماشي عليها الشافت اللي انت مشبوك عليه. فوقتها المحرك راح يعطيني تورك حسب سبيد تورك كيرف تبعه. كان بامكانك تعكس، كان بامكانك تقول هي التورك اللي بدي الشافت هذا او هي اللود تورك، فالمحرك بيطلع السبيد. بيقدرش يطلع الاثنين اندبندنت، بيقدر يعطيك واحده بناء على الثانيه. هذا هيك الموديل تبع المحرك. فاحنا ماخذين المحرك في عندي علاقه ما بين السبيد والتورك، هي السبيد هي التورك. فاحنا هون عم ندخله بنقول له الشافت الان ماشي بهاي اللحظه على هاي السرعه. فبيطلع تورك يناسب هاي السرعه، المحرك بيقدر يعطيني تورك. لاحظ المحرك ما بيقدر يعطيني هذا التورك او بيقدرش يعطيني مثلا هذا التورك على هاي السرعه. يعني ما بقدر على هاي السرعه مثلا يعطيني هذا التورك. هاي النقطة لا تقع على الكيرف تبع سبيد تورك كيرف، مضبوط؟ فبده يضطر اذا بده يعطيني هذا التورك بدها تنزل السرعة لها. فهو هي كان يو كان ديسايد وان وهو بيعطيك الثاني. فلازم ترجع له. فاحنا عمالنا نقول المحرك هذا مشبوك على هذا الشافت، لازم الاثنين يمشوا مع بعض، والا بنكسر الشافت. والشافت ما انكسر، الشافت موجود. فاذا الشافت موجود معناها لازم يكون السرعة اللي بيمشي عليها الشافت هي نفس السرعة اللي بيمشي عليها المحرك. هذا هو الهدف من الفيدباك اللي عملناه. وبطلع معي هلا بطلع معي عدد من البارامترز اللي بيهمني منهم الالكتروماجنتيك تورك. الالكتروماجنتيك تورك على فكره بيطلع هون كسيجنال مش كتورك. يعني في ميجرمنت. احنا شو بنعمل؟ جوا هون البلوك ايش حولناه؟ حولناه لفيزيكال سيجنال، وبعدين من فيزيكال سيجنال حولناه لتورك. ما فيش مشكله، ما في مشكله، احنا عم يعني نحول راح مضطرين نضل نحول من السيجنال للفيزيكال سيجنال للتورك للريل وورد ونرد نرجع مره ثانيه. هلا المفروض هيك احنا جاهزين انه نعمل رن للسيستم. بس بسال قبل ما يشتغل المحرك لسه الفيدباك اللي حيرجع مش حيكون زيرو؟ حيكون زيرو، نعم صحيح. طب بس لما يرجع زيرو ايش حيكون التورك ستارتنج؟ هي ستارتنج تورك طبعا. طبعا. هلا مين اللي حدد الانيشال فاليو؟ اظن الانيشال فاليو حددناه، بتعرف احنا حددناه؟ لا حددناه احنا من المحرك ولا حددناه؟ تحدد من هناك على فكره. فلما احنا معطينا انيشال فاليو بس هاي لها انيشال فاليو هاي لها انيشال فاليو في الانيشال فاليو يعني هاي الانيشال فاليو اللي في داخل المحرك ما لها قيمه اذا انا بدخل له اوميجا من برا هاي اوفر رايدز مضبوط من وين هاي بدها تيجي؟ اظن احنا شفناها المره الماضيه بتيجي من الانيرشا مش هيك؟ اظنها بتيجي من الانيرشا خلينا نطلع على الانيرشا نشوف هل لها انيشال فاليو لها انيشال فاليو مش فلازم يكون في انيشال فاليو ولا مش راح يشتغل السيستم، هلا اذا بدك بحركها وبشيلها ما راح يشتغل السيستم، راح يقول لي ما بقدرش ابدا، بدي اعرف ايش النقطة اللي بدي ابدا منها. طيب نحاول نعمل رن خلينا نشوف اذا بزبط معنا. تقدر تعمل رن على السب بلوك، تقدر تعمل رن على الرئيسي، ما فيش مشكلة. هلا بعرفش اذا عمل رن. هي انا عملت رن لمده 5 ثواني هي بتلاحظوا المفروض بدا من زيرو خلينا نتاكد انه بدا من زيرو رح احاول اعمل زوم على المنطقه هاي بالاكس اكسس اذا بعمل زوم بالاكس هون
هاي واضح انه هو بدا من زيرو. حطينا احنا لود عليه خارجي، حطينا مش حطينا تورك خارجي. لاحظين ايش عم بيصير في البدايه؟ في شوي عماله بيمشي بالنيجاتيف، شوي بالنيجاتيف لما في تورك خارجي عليه، بس كانه بعدين بتغلب عليه وبتحرك. هلا بعرفش هذه ليش هون كانه السامبلينج تايم، حاطين سامبلينج تايم صغير او ايش، هلا بنشوف. هي هون عماله بزيد، وطبعا واضح انه عندنا هون سكند اوردر، متذكرين السكند اوردر سيستم؟ لكنه مش لينير، لانه التورك من المحرك مش كونستانت. يعني مش 100% زي السكند اوردر سيستم، بس في هون واضح انه في سكند اوردر سيستم، في انرشيا، من وين اجت الانرشيا؟ من الميكانيكال لود، مضبوط؟ في فيسكس فريكشن حطيناه احنا في اللود، وعندنا بعدين هي السورس اللي موجود هون، ما فيش سبرينج بالحاله هذه. وهي انا كمان اخذت اظن التورك اللي طالع من المحرك. خلينا نشوف اي تورك هذا. قديش قيمه التورك هون؟ حوالي 1000. طب المحرك ما بعطيني اكثر من 40 نيوتن متر، كيف صار 1000؟ وين انا قسته؟ اذا اتجاه تطلع وين احنا قسته، انا قسته بعد الجير بوكس اظن. هيو انا قايسه هون بعد الجير بوكس. قبل الجير بوكس كان هو ممكن يكون الريتد، طبعا الريتد هو فيه له قيم اعلى من هيك، بس الريتد فاليو اللي هون حوالي 40، بس عم نحطه هون على جير بوكس، فرفع التورك اللي موجود اللي داخل على اللود. وخلينا نطلع نشوف، هلا نتاكد انه احنا حاطين لود، كنا هي اللود اللي حاطينه. لاحظين حاطين له ماينس، بعرف اذا مبين عندكم الماينس. لو حطيته بلس رح هو يحرك السيستم كمان، فالسيستم ما يعني لازم يكون ماينس عشان يكون. إذا صار عندي هي اللود اللي هو معلق على طرف الحبل، وإحنا حسبناه هون. طبعا الأحسن كان إنه إيش نعمل؟ نحاول نلاقي شيف، مظبوط؟ وأحط الشيف وأحط الحبل. هلا اللي بتطلع هون هل بفهم شو اللي أنت عامله؟ مش واضح، بدك تشرح أو بدك تحط نوم. هلا اللي بدنا نحاول نعمله في المشروع، لما أنتم تستوجبوا مشروعكم بدنا نحاول نحط كل كومبوننت بنقدر نحطها. في عندنا جير بوكس، وفي عندنا كلها، وفي عندنا حتى كمان كونكشنز وكل الاشياء المختلفه، بدنا نحاول نحطها بشكل واضح. هلا هيك هذا الشكل احسن من اول، بس لسه في ناقص. هلا في عندي انيرشا واضحه، عبرت عنها بانيرشا ميكانيكال سيستم. في عندي روتيشنال دامبر مثلا، هون عبرنا عنها روتيشنال دامبر واضح. هي هيك صار عندنا. هلا الخطه اللي بعدها، هلا ممكن مثلا بدك هذا تعمله بلوك. في عندنا مش حاطين الافشنسي على فكره، اظن الافشنسي كانت 85%. اذا بدي احط الافشنسي بقدر بسهوله، طبعا كجين بحطها. ممكن احطها هون واسميها فورورد افشنسي. بدل ما اقسم كل القيم الثانيه على 85 راح اضرب التورك، راح اضربه في 85. فضربت التورك اللي جاي من المحرك في 85، كان عملت له ريدكشن باي 15%. فصار عندنا هي الافشنسي، الافشنسي تبعت الفورد افشنسي تبعت الجير بوكس. ما بصير احطها على السرعه، مش ايش حكينا؟ مضبوط، مسننات يعني ما بصير مسننات. السرعة رح تضلها نفسها، لو الافشنسي كانت 1%، السرعة الريشيو تبعتها لازم تضلها نفسها، بس بحطها بالتور. طبعا إذا كان عندي ريفيرس حقسمه على 0.85 لأنه مبين أكبر من قيمته، بس إحنا عملته هون أخذت التورك اللي جاي من المحرك وضربته في 0.85 بدل ما أقسم كل البقية على 0.85. هلا هذا صار كأنه ممكن أعمله كأنه بلوك، مضبوط، وأسميه جير بوكس. نشوف إذا بزبط معنا نعمله هيك. خلينا احاول اعملهم، راح اخذ هذول كلهم. ما بعرف ليش اخذ الخط من اخذ في نقطة اخذها من الجهة الثانية، مش هيك؟ جير بوكس. هلا هذول طبعا لازم اسميهم
high speed shaft, velocity low speed shaft, velocity high speed shaft, torque اللي جاي بالنور، torque اللي طالع على السيستم من هناك. اوكي.